رمضان كريم عليك يا حاج وعد انت وجميع الاخوه المتواجدين. الله يبارك فيك ورحم الله والديك. والله يا شيخ وعد نعجب من هؤلاء المتداخلين، لم يتركوا مثلبه الا الصقوها بالنبي عليه افضل الصلاه والسلام. حاول الانتحار، الرسول سحر، يقرا القران في اجر عائشه وهي حائض، رزقه تحت رمحه، جعلوه ارهابي، إذا نظر إلى امرأة فأعجبته دخل على إحدى زوجاته فجامعها، يقرأ في القرآن، يصلي على المنافقين، جعلوا منه سبابا ولعانا، يصحح له عمر ابن الخطاب، أي مثلبة ألصقوها فيه. بينما لا نجد هذه المثالب في أبو بكر وعمر، نزهوهم أكثر من رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. والله يا حاج وعد أكثر ما يؤلمني أبو عائشة، أكثر ما يؤلمني أبو عائشة. لماذا؟ لأنه ينتسب إلى هذا النسب الطاهر. يا أبا عائشة إذا لم تحركك حمية الدين فلتحركك حمية النسب، حمية النسب. يا أخي لا تدافع عن الروايات هذه، ما في أي صفة جعلتها للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والله أسقطتم، مثلا بالله أسقطتم. أنتم من حرضتم اليهود ونصارى العرب على أنهم يسيئوا إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا ما نزهنا الرسول بالله ينزه مين؟ أليس هو القدوة الحسنة؟ هذه مداخلة يا حاج وعد، الله يهدينا ويهديهم. أبو عائش هذا كلام أبو أحمد، لو صخر يحركه وأنت ما تحركت، شنو صخرة خما صخرة، شلون قلب هذا؟